بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخواني المشاهدين، أتمنى من الله أن تكونوا بصحة جيدة وبتمام العافية. إخواني، اليوم سأشرح لكم طريقة إن شاء الله عندما نقوم بفرمتة الحاسوب، ما هي الأشياء التي سنحتاجها؟ ما هي الأشياء التي سوف نحتاجها عندما نقوم بفرمتة الحاسوب؟ فإخواني تابعوني إن شاء الله في هذا الفيديو، سأريكم الطرق التي سوف نحتاجها عندما نفرمت الحاسوب ونضع فيها نظام جديد. ما هي الأشياء الضرورية التي سوف يحتاجها النظام لكي يشتغل معك بأريحية؟ فإخواني، أول شيء سوف نقوم به عندما نقوم بفرمت الحاسوب ونضع فيه نظام جديد، أول شيء سوف تحتاجه هو تعريفات تحديد القطع الحاسوب لكي يتعرف النظام على القطع الخاصة بالحاسوب الخاصة بك، على كارت الريسو، على كارت، مهم، جميع الأشياء الموجودة في حاسوبك من الداخل تقوم بتعريفها بهذه التعريفات لكي يتعرف هذا النظام الذي أضفته جديد، أم نظام إكس بي أو ويندوز 7 أو 8 أو 1 أو 10، لكي يتعرف على الحاسوب الخاص بك، لكي يستوجب معها، جاوب معها. فنقوم إن شاء الله أول شيء هو بالتعريفات الضرورية. نذهب طرق تحميل التعريفات. إخواني، طرق تحميل التعريفات، هنا يوجد العديد من الطرق، وأنا بالنسبة لي، أنا الطريقة التي أستعملها إخواني هي أحمل برنامج بصيغة أباك، يعني برنامج مجمع فيه العديد من التعريفات، وموضوع بصيغة ايزو، فأنا أحمله، يبقى معي دائما، أضع في مفتاح اليوس بي أو أضع في حاسوب أخزنه في ديسك لوكال الدي لكي لا أقوم بفرمتته ويذهب. يجب علي الحفاظ عليه. كل ما فرمت الحاسوب أو فرمت أي حاسوب لأي شخص من الزبائن، فالطرق هي بسيطة، تقوم بعمل مفتاح اليو اس بي في الحاسوب، وتقوم بتحديد التعريفات الخاصة به بكل بساطة. توجد واحد الطريقة الثانية، وهي عن إذا كنت متصل بالواي فاي أو لديك شبكة محلية تستعملها، فتذهب إلى مثلا تذهب إلى جوجل أو ما شابه من ذلك. وأظن بأن أشهر هذه البرامج هي دريفر باك سوليشن. فهذا الدريفر باك سوليشن إخواني، كما تشاهدون، أنا موجود عندي هنا درايفرز كما تشاهدون، وهنا يوجد عندي ثلاثة برامج بصيغة ايزو هنا اخواني كما تشاهدون. فهذا الاول انا حملته من قبل، فهو كما تشاهدون يوجد به 4.35 جيجا بايت، وهذا لما اسفله يوجد به 17.9 جيجا بايت كما تشاهدون. فهذا اخواني حملته انا في غضون 2004، وهذا حملته من قبل، جديد يعني. فإخواني، هذا البرامج يجب يكون ضروري بصيغة أباك. عندما تفتحه ستجد فيه البرامج التفعيلات، ستجد فيه تفعيلات الحاسوب كامل، كل ما عليك هو أن يكون لديك مفتاح يو اس بي بصيغة 32 بايت، أو
أو أكثر، فإخواني ستقوم بالعمل بوضع فيه هذا الدريفر باك سوليوشن، وتوضع فيه وتوضع البرامج المهمة لكي عندما تقوم بفرمت الحاسوب برامج مهمة، فسوف تقوم بعمل كل ما فرمت أي حاسوب، فسوف تعمل في هذه الطريقة وتصدق معك بنجاح إن شاء الله. أول شيء هذا الطريقة إخواني، هذا إخواني كما بالعلم هذا يكون محمل، في العديد من الدريفرات محملة بصيغة أباك، لا تحتاج إلى واي فاي أو إلى شيء لتحميلها. والطريقة الثانية هي أن تذهب إلى كما قلنا إلى جوجل وتكتب دريفر باك سولوشن، اسم هذا البرنامج دريفر باك، سوف تكتبه هكذا في جوجل وسوف تحمله، فيعطيك 2 خيارات، يقول لك في الموقع هل تريد تحميل دريفر باك بصيغة يعني باك محملة، فإذا حملتها فسوف تجد فإنها توجد فيها 17 جيجا بايت نسخة مضغوطة كما نقول مجمعة في العديد من الدريفرات. وإذا حملتها هكذا كالبرنامج سوف تحملها، وسوف عليك أن تقوم بتفعيل الواي فاي لكي تقوم بتحديد التعريفات مباشرة عبر الانترنت سوف تقوم بتحديد تعريفة الحاسوب. ولكن نحن اخواني مثلا اذا كنت تفرمت حاسوب لنيسونترا او حاسوب لا يوجد به الواي فاي، او اذا كان لديك او غير ليس لديك الواي فاي، فكل ما عليك هو ان تقوم بجلب USB 32 بايت وتقوم بوضع فيه هذه الأشياء، وعندما تفرمت الحاسوب فسوف تجده بسيط، لا عليك لا واي فاي ولا شيء من هذا القبيل. وإخواني النسخة الثانية من البرنامج هو هذه النسخة كما تشاهدون CDI روس، هذا البرنامج إخواني هذه النسخة فإنها روسية، برنامج روسي. وحقيقة إخواني فأنا أشكرهم على هذا الجهد، بأنه يوجد به تعريفات ورائعة. أنا عندما استعملته لأنني حملته من قبل فوجدته أفضل من هذا البرنامج دريفر باك سوليوشن في الاشتغال، فوجدته أفضل من دريفر باك، ويحدد ويجلب لك تعريفات المهمة لحاسوبك، الدريفرات السليمة، فلا يجلب لك دريفرات خبيثة أو ما شابه من ذلك، تقوم بتمرير دريفرات خبيثة والحاسوب سوف عندما يقوم بتمرير دريفرات خبيثة هناك يوجد دريفرات يمكن أن يكون فيروسية أو يوجد بها تجسس أو ما شابه ذلك، أو الحاسوب سوف لا يبقى يشتغل معك. هذا إخواني هذا فإنه جربته وإنه نظيف في الاستعمال. وإخواني كل إذا تريد تحميله فكل ما عليك هو كتاب في جوجل هذه الاسم كما تشاهدون هنا، فهو صغير الحجم قليلا 16 جيجا بايت، سوف تحمله وتضعه في USB الخاص بك، وتقوم به عندما تفرمت أي حاسوب فتستعمله. هذا أول شيء إخواني. ثاني شيء نحتاج إلى البرامج الضرورية للنظام. فهناك نظام الويندوز، فإذا كان إحدى البرامج غير موجودة فسوف يشتغل معك نظام معلقا شيئا ما، ولكن إذا حملت إحدى البرامج سوف يوسر معك
النظام، سوف نحتاج إلى برامج، سوف نذهب إلى بروغرامز. ومع العلم إخواني فإن حتى البرامج هناك يوجد، فيوجد هناك اثنان من الطرق أو ثلاثة، نقول ثلاثة. توجد الطريقة الأولى وهي الأفضل من ذلك الشيء، إذا كان حاسوبك ليس به أنترنت، أو إذا كنت تشتغل في محل لفلاش أو فورماتاج الحواسيب، فإخواني لا يمكنك أن تبقى تضع الواي فاي وتبحث عن البرامج، هذا البرنامج وهذا، كل ما فرمت حاسوب سوف تبحث. فهناك يوجد العديد من الطرق، وأنا الطريقة الأولى التي أستعمل هو برامج مضغوطة كما نشاهد، برامج تكون، ماذا نقول لك، أن برامج نقول برامج هي من برامج كثيرة ومضغوطة بصيغة إيزو، بصيغة إيزو تحملها تجد فيها 4 جيجا بايت أو 3 أو 1 جيجا بايت أو كذا، تجد فيها البرامج المهمة. وهناك يوجد العديد من المبرمجين أو كذا، هم عرب نيت، مبرمجين عرب يقومون ب، فهو سهل إخواني لكي تقوم بهذه العملية، ولكن تأخذ منك وقتا كثيرا شيئا ما. يقوم بعمل برنامج أو إحدى البرامج المولدة لهذا البرامج، فتقوم بعمل مجموعة من البرامج وتقوم بوضعها، تقوم بوضعها في برنامج واحد، أو تقوم بعملها في برنامج واحد وتضغطها بصيغة إيزو وتعملها في كابل يو اس بي أو في يو اس بي أو سي دي أو دي في دي. فعندما تعمل هذه الطريقة أو تحملها من الإنترنت، كل ما عليك هو أن تكتب برامج مضغوطة أو برامج تجميع، كل ما عليك تكتب في جوجل تجميع برامج الضرورية لعمل فورمات، فسوف تجد نسخ من الأنظمة. يوجد أنظمة فيها البرامج المهمة عندما تقوم فورمات الحاسوب، سوف تجد البرامج الضرورية. وأنا يوجد لدي نسخ من هنا حملتها، كما تشاهدون هذه نسخة CD Programs 2018، فيوجد First CD Program هذه كما تشاهدون. فهذه إخواني يوجد بها برامج مضغوطة بصيغة إيزو. نذهب إلى، المهم كل ما علينا، ليس علينا نحن الآن، كل ما علينا الضغط هكذا ونضغط على، كل ما عليك هو الضغط على هذه الخاصية هكذا، انتظر كما تشاهدون. مباشرة عندما تضغط هكذا سوف تنبثق معك هذه الواجهة، برامج فتكون محملة بهذه الصيغة. يوجد هذه البرامج كما تشاهدين، فهي من البرامج الضرورية لعمل النظام بشكل طبيعي. هنا توجد سيستيم، هنا أنتي فيروس، هنا ميديا، هنا آثر كما تشاهدون. هنا سيستيم يعني البرامج التي تستخدم مع النظام. الحاسوب عندما تفرمتها فسوف تحتاج إلى متصفح، إلى ضاغط الملفات، ويرنر ضروري من هذا البرنامج ويرنر، وكذلك جوجل أو موزيلا، كذلك لا ننسى هذه كلاينر، هذه تنظيف الحاسوب، هذه كذلك سوبر كوبي، لا تأذي لأنتي فيروس هنا.
سوف تجد الأنتي فيروس كما تشاهد. من الضروري كما تشاهد الأنتي فيروس هذا أفاست كاسبرسكاي USB ديسك سيكوريتي كما تشاهدون هذا العملاق لحماية مفتاح USB لحماية مفتاح USB من الاختراق. وكذلك هذا أدغارد. نأتي إلى ميديا فيمكنك تحميل هذا تحميل الميديا الضروريين هذا إخوان كما تشاهد. وكذلك هذه النسخة كما تشاهد هذه مضغوطة بصيغة ايزو انا وضعتها هنا كما تشاهد تضغط عليها هكذا وسوف تنبثق معك البرامج الضرورية للحاسوب. ما تشاهدون برامج الضرورية اخواني فهذه النوعية من البرنامج المميزة فهي تقوم بعمل تختار النسخ تختار النسخ البرامج التي تريد عندما تقوم باختيارها كل ما عليك هو الضغط على الران أو شيء هنا فمباشرة وتنتظر حتى يتم تصطيب البرامج كلهم. هذه الطريقة الأولى أو يوجد طريقة إخواني ثانية فأنا عملت فورمات للحاسوب مجددا علي أن أحمل برنامج جوجل سأريكم الطريقة إن شاء الله الثانية لجلب البرامج وتوجد خاصية إخواني مهمة أقوم بوضح وتوضيحها إليكم إن شاء الله. نذهب إلى المتصفح كما تشاهدون نذهب إلى هذا المتصفح هكذا لا يوجد إشكال ولكن هذا المتصفح رديء نوعا ما ولكن ليس علينا سنكتب هنا جوجل هكذا .com هكذا وهنا إخواني سنكتب هذه إخواني كما شاهدنا أنا أغلطت في كذا أنتم سوف كل ما عليك هو كتابتها في جوجل أو أي متصفح والدخول هكذا على هذا الموقع فهو مشهور إخواني لي لجلب البرامج بعد فورماتة الحاسوب برامج إخواني أصيلية بمعنى الكلمة قم بالدخول عليه هكذا أقوم بالدخول إليه هكذا هذا الموقع احترافي إخواني بمعنى الكلمة هذه الطريقة تغنيك من البحث على البرامج كل برنامج تبحث عليه لوحده كل برنامج تبحث عليه لوحده فهذه الخاصية إخواني تفيدك من هذه المشاكل كلها كل ما عليك هو هذه واجهة البرنامج تدخل عليه هكذا اسم البرنامج هو اسم الموقع هو 90 أو ما اسم نهبط قليلا هكذا وهنا سوف تجد برامج هنا كما تجد برامج الرسم أو التعديل على الصور أو يعمل أشياء بسيطة على الصور أو ما شابه ذلك أو هنا أشياء أخرى زعما جول أورد أو أشياء هذه نقول احنا غير ضرورية للنظام فنحن ما نشاهد هو الضروري للنظام بعد فرمطة الحزم هذو هما الضروري الإخواني تعديل اختيار هنا أعطيكم مثال أنا فقط تختار هذه من هنا ومن هنا ثم نأتي إلى
هنا السكيورتي يمكنك اختيار انتي فيروس من هنا، احدى الانتي فيروسات، او تقوم بانتي فيروس يمكنك تحميله لوحده او يكون مفعل. تبحث على، تقوم بتحميل انتي فيروس الذي تريد، تقوم بالبحث عن التفعيل الخاص به ليبقى معك طول الحياة. من هنا اخواني الدوكيمنت سوف نختار فوكسي تريدر. هذا هو الاخوان، هذا هو المشروع، هذا البرنامج. نأتي إلى هنا، إلى هنا الميديا لتشغيل الفيديوهات. نختار من هذا كلهم، نختار هذه. من هنا يمكن اختيار جوجل، يمكنك اختيار جوجل كما نشاهد من الجوانب. عندما تقوم باختيار هذه الخاصيات، كل ما عليك هو الضغط على نعم إخواني كما قلنا. هذه هي الطريقة إخواني، هذه الطريقة الثانية لكي تقوم بجلب تعريفات، لتقوم بجلب البرامج المخصصة إلى نظامك. نعم. وإذا تريد الطريقة، إحدى الطرق من هذه، إذا تريد سوف تأخذ منك وقت كثير، وعليك أسماء البرامج، عليك أن تعرف هذه الأسماء لكي تقوم بالبحث عليها مفردة لوحدها في جوجل لكي تقوم بتحميل إحدى البرامج. فهنا كل ما عليك هو أن تختار برامج مهمة، وأنا قد وضحته إليك هنا البرامج التي لا تقوم بتحميل هذا الشيء كامل، هذه البرامج بس تقوم بتحميل البرامج الضرورية فقط. عندما تقوم بتحميل البرامج الضرورية يمكنك تلك الساعة أن تقوم تلك الساعة بتحميل البرامج التي تقوم العمل عليها، مثل برامج المونتاج أو الوورد، تلك برامج تكون لوحدها. هذه هي الضرورية إخواني، مثلا ويرنار، هاد زيب، هاد كي لايت ميديا تشاهدون، جوجل كروم، هذا مشغل الكتب، كتب الإلكترونية والعديد. نعم إخواني، كل ما عليك عندما تختار هذه الأشياء تضغط على get your name كما تشاهدون هذه، وستقوم بتحميله عادي، وتقوم بتفعيله. كل ما عليك هو تقوم بتحميله وتشغله وتتركه لوحده حتى يتم تثبيت لك هذه البرامج. مع العلم إخواني هذا البرنامج فإنه يشتغل، عليك أن تكون متصلا بالواي فاي إخواني لتقوم بجلب هذه البرامج. نعم إخواني، ثاني شيء ومن الضروريين إخواني عندما تقوم بتحميل التعريفات، هذه البرامج، تقوم بتحميل البرامج. ثالث شيء أو البرامج ينقصنا برامج أخرى لنقوم بعمل بروفيسيونيل للنظام. علينا ببرنامج الإدمان أو داونلود، انترنت داونلود مانجر. ثاني شيء، نعم إخواني هذا البرنامج فقط سأضع هنا لأريكم، هذا أريكم البرنامج. هنا
هنا توجد برامج، البرنامج الذي كما تشاهد الانترنت، داونلود مانجر، كما تشاهد برنامج الانترنت داونلود مانجر ادمان، فهو ضروري اخواني لكي عليك ان تبحث عليه وتقوم بتحميله، وعليك ان تقوم بتحميله يكون مفعلا وبكل اشيائه لكي لا تقع في المشاكل. لكي تلك الساعه يمكنك بهذا البرنامج التحميل عبر الانترنت مثل جوجل او موزيلا او اي شيء تريد تحميله سوف يحمله في هذا البرنامج. نعم إخواني، ما هو ثاني شيء؟ ثاني شيء إن شاء الله هو برنامج إخواني صغير، برنامج صغير إخواني كما تشاهدون. فهذا البرنامج كما تشاهدون فهو صغير، ولكن هذا البرنامج عندما نضغط عليه هكذا ننتظر قليلا نعم إخواني كما تشاهدون هذا البرنامج. ما هي خدمته إخواني كما تشاهدون؟ هذا البرنامج يقوم بجلب البرامج الضرورية التي تحتاجها من المايكروسوفت، مثلا مثل هذا نات فورموير كما تشاهدون، والعديد مثل هذه البرامج هذا. فهذا غير برامج لا تحتاجهم إخواني، فالآن يقوم بتحميله مباشرة إخواني. فهذهم يقوم بجلبهم لك لوحده كما تشاهد. البرامج ما دور هذه البرامج؟ فهذا دور هذه البرامج، فهم يقوموا ب مثلا تريد تحميل برنامج كبير، مثل برنامج أدوبي فوتوشوب، افتر افكت، بريميوم، برامج التي الضخمة تريد، او العاب، او تريد تحميل العاب. فهذه البرامج اخواني تشتغل مع سيستيم الحاسوب لكي يشتغل معك الالعاب والتطبيقات الكبيرة او ما شابه ذلك، تشتغل معك بشكل سلس. إخواني فهذا الشيء إخواني هو الذي شرحته لكم في هذا الفيديو، هو المهم الذي عندما تقوم بفرمة الحاسوب فيمكنك أن تعمل هذه الطريقة التي شرحتها لكم، وإن شاء الله ستقوم بفرمة الحاسوب بشكل احترافي. أقولها لكم وأكررها.
إخواني، هذا ما كان في درسنا لليوم، ونشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.